معايا. والنبي سيبنا ناخد مكار. والنبي سيبنا ناخد مكار. والنبي سيبنا ناخد مكار. والنبي سيبنا ناخد مكار. يا سفاح يا سفاح هنعملك اللي انت عايزه. عايز اعضاء يا جدعان. اقسم بالله المطار مكتوب واللي خطفه تفاح الجيده. والتفاح الجيده عمل له حلو اطلاقين لطلع مين وهو متعدي جبل البل. وطلع دينه معاه ابن من النبله ومعاه دلدان ابن النبله. يلا بينا يا عم. شكرا مش هرد عليك لاجل صاحب اللي مخطوف. شكرا يا عم. صاحبك يا ابن النبله. انا مش هرد عليك. شوف امي نشوفك رد على عين النار. هنشوف يا جماعه بايه. ايه ده 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 اللي انا شفته ده. اللي انا شفته ده مكر هناك هو والسفاح. مكر هناك هو والسفاح. مكر هناك هو والسفاح. لا 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 بص قام ربنا نتعلن عن المطار. انا بعمل هنا بتعلم ما بين الدحيلة وربنا بتلمين. الشيخ المصاب يعيط والكاميرا عماله تبوظ. ايه ده يا شيخ؟ الكاميرا باظت. انا بعمل ايه؟ ايه ده يا شيخ؟ هنجيبه بقى يا شيخ. ده مش حل لما احنا نقعد معاه يا شيخ. ما بتفيدش عادة ولا ربنا. ايه ده يا شيخ؟ باذن الله هنجيبه. يا جدعان بنطلب من كل الناس يا جدعان اللي بتتفرج على الفيديو والله العظيم لو كل واحد يا جدعان بيتفرج على الفيديو عمل لايك على الفيديو والله العظيم كم مره الفيديو مش هيتخطى ال 10000 لايك ولا 20000 لايك. والله هيتخطى فوق ال 100000 لايك. وطبعا مكار مخطوف هنشوف الفيديو ده هيجيب كام الف لايك. مخطوف ربنا ربنا مخطوف ولا بلا بدال بقى. يا شيخ شيخنا بدات يا شيخ قال اكتر اقسم بجلاله الله على مكار. مكار هناك اهو. هو نايم كده ليه يا شيخ؟ يا شيخ ايه حاجه يا شيخ؟ الشيخ لازم نلاقي حل يا شيخ. مكار هناك اهو. ربنا العاد ربنا مات. طب يا شيخ اتصرف يا شيخ اعمل اي حاجه. انا مش فاهم حاجه. انا مش فاهم هو نايم كده ليه. طيب طب قوم قوم يا شيخ خلينا نحاول. قوم يا شيخ خلينا نحاول. قوم بالله عليك. خد على عم يا شيخ. انا كل مره بخش عليها يا شيخ انا بيطلع عليها عامل بقى. انا بيطلع عليها عامل بقى. خد عليها يا شيخ. انا بقول لك كل مره بنخش اديك شايف انا بيطلع عين ابونا. خد يا عم. خد بعد ما اخش. خش يا عم بعد ما اخش. بعد ما اخش خش وما تمدش. بطرق خش وما تمدش ايدك يا شيخ. انا بخش بضرب يا شيخ وانت بتشوف بعينك وما بتخش اصلا تتدخل معايا. كله عشان خاطر المطار. كله عشان خاطره. انا بيطلع عيني في الاخر. احنا ما بنعملش حاجه. طلع على النبي على افضل الصلاه والسلام. انت جاي هنا ليه؟ عشان خاطر اجيب المكار. خد بعد ما اخش هتضرب. هتسيبني زي كل يوم؟ يلا انت بتنهك. اطلع يا عمرو. يلا يا شيخ اما انا بخش انت ما بتخش. يا عمرو يلا يلا وانا معاك. يلا وانا معاك. يلا وانا معاك يا عمرو. يلا انت لاجل. طب خش معايا يا شيخ. يلا مش انت قلت هتخش؟ يلا خش. يلا يا شيخ خليك راجل بقى ما تبقاش مره كده. يلا يا شيخ خليك راجل ما تبقاش مارة. يا جدعان هنتضرب وهيطلع عين ابونا. يا شيخ يا شيخ بالراحة كده عايزين نتكلم يا شيخ. انا بتعالوا معايا يا شيخ. هنجيبه يا شيخ ما تعيطش يا شيخ. طب اديني الواد حاجة. طب ايه ده يا شيخ؟ صلي على النبي. وين بتعالوا اعمل حاجة. ايه ده يا شيخ؟ طيب هو بيموت. ايه ده يا شيخ؟ عشان نجيبه يا شيخ بقى العياط مش هيجيب نتيجة. ايه ده؟ الحق يا شيخ. يا نهار ازرق يا نهار ازرق يا نهار ازرق يا نهار ازرق على النار. حاسب حاسب ايه الحاجات اللي بتطير دي؟ ايه ده بتيجي عليا يا شيخ؟ ايه ده؟ هو بيعمل ايه يا شيخ؟ يلا يا شيخ خليك راجل وخش بقى ما تبقاش مره يا شيخ بقى. يا شيخ يا شيخ ايه ده قبل ما خش؟ خد يا عم. خد يا شيخ. خد يا عم. خد سفاح سفاح يا سفاح. احنا عايزين مكار. اتكلم يا سفاح. شيخ انت طبعا تتكلم معاه. انا معاك تتكلم معاه يا مكار. مكار يا مكار. سفاح احنا عايزين مكار. يا سفاح الجيزة احنا عايزين مكار. يعني يا عم ما كده نفهم. مش عايزين نرغي كتير. الحمد لله اللي احنا شايفينه. ايه ده 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 يعني كده عايش يعني يا شيخ؟ الله اعلم. خد يا شيخ. ما انت كنت معايا يا شيخ وفاهم الدنيا وبيقتل ازاي. ده النار كمان بتطلع صوت. انت كلام يا ابن النبوة. يا شيخ يلا يا شيخ خليك راجل وخش يا شيخ. انا ما فهمش لغته. انت بتعرف تتكلم معاه؟ انا ما فهموش. طب خدت. طيب وانا خدت ولا خدت.
خطانا خطانا. ايه ده يا شيخ؟ ايه ده يا شيخ؟ انا الصبت خشوا ولا لا؟ يا جدعان انا صح يا جدعان يا جدعان مك... يا نهار ابيض يا نهار ابيض. الحق ابي قرقر يا عم. المكله اهو بقى قفل لك بقى يا عم. يا شيخ ما تشوف يا شيخ هو بيعمل ايه. يا سفاح يا سفاح سيبه يا سفاح سيبه يا شيخ. ما تسيبه ما تسيبه يا ابن الكلب. يا شيخ تعالى يا شيخ اقفل لك بقى اقفل. يا ابن الكلب يا ابن الكلب يا ابن الكلب. الحق شاله ماشي شاله ماشي. وانت قلت تتكلم مع الشيخ كلمه يا شيخ. ده المكار باين عليه ميت. المكار باين عليه ميت. ايه يا طيب انا عايز مكار يا جدعان. المكار بيموت. ايه ده يا جدعان؟ المكار بيموت. اهو 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 يا نهار ابيض يا نهار ابيض. احنا مش عارفين نعمل حاجه. مكر قدامنا مش عارفين نعمل حاجه. احنا عايزين يا شيخ بس خلوش يضربوا بقى. يا سفاح يا سفاح يا جدعان. مكر قدامنا ومش عارفين نعمل حاجه. السفاح بيضربوا ومش عارفين نعمل حاجه. انا والشيخ النصاب انا والشيخ النصاب وعمرو موجودين ومكر قدامنا ومش عارفين نجيبه. يا شيخ كلمه يا شيخ. يا مكار يا مكار يا مكار يا مكار 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 يا يا ابن الكلب. يا مرة خش عليه مكار 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 مكار. حاسب عم يا جن امي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. عيب عيب انا بتكلم معاك. انا بتكلم معاك مكار. او ضربك او ضربك يا عره. امي والنبي سيبنا ناخد مكار. والنبي سيبنا ناخد مكار. والنبي سيبنا ناخد مكار. والنبي سيبنا ناخد مكار. يا سفاح يا سفاح هنعملك اللي انت عايزه. عايز اعضاء عايز فلوس عايز اي حاجه بس سيبنا ناخد مكار. مكار يا مكار. يا نهار ابيض يا شيخ. مكار خد يا شيخ يا شيخ خد. مكار يا مكار. يا عم يا عم يا عم لازم نجيب مكار. عامل له ايه طيب يا عمرو؟ يا سفاح انا عايز مكار وهنمشي. يلا يا شيخ خد يا شيخ مالكش دعوه. يا دين يا شيخ. لما بيضربه كانه بيضربني انا. الضربه بتسمع فيا اهو اهو. يا عمرو خش يا عم. يا ابني هرب منه هيموتوا كده يا عمرو. ده مكار ميت يا ابني هرب. وربنا مكار ميت يا جدعان. انا مش عارف ايه اللي بيحصل. مكار مكار مكار. احنا عايزين يا شيخ يا شيخ. ابوس ايدك ابوس ايدك. ماشي اوعى عايز تفضح بعرق. مكار يا مكار يا ابني. هو سامعك يا مكار؟ هو اصلا مش سامعك. يمكن يصحى يا مكار. يلا يا شيخ. مكار يا مكار يا مكار يا اسامه يا ابن اصحى يا ابن. انت فوق واحد ابن كلب عرس يا دين الشيخ. تعالى كلمه يا شيخ. سيبه يا سفاح يا سفاح سيبه. بالله عليك سيبه يا شيخ يا شيخ يا شيخ. شيل يا عم يا ابني. جاي عليا يا ابني هجيبه ازاي ده؟ بص بص صاحب المكار من اللي فين. بص صاحب المكار من اللي فين. يا نهار ابيض. عايز ايه يا شيخ؟ تعالى شوفه عايز ايه يا شيخ. تعالى يا شيخ تعالى. الشيخ جاي لك الشيخ جاي لك. تعالى شوفه عايز ايه. شوفه عايز ايه عايز ايه. استنى لما نشوف الشيخ. استنى
اسمع عاد اتكلم معاك. ثانيا ثانيا اسمعني عاد اتكلم معاك يا ابن المن. شيخ تعالى بص بص انا عايز انا عايز اخلي الشيخ يشوف هو عايز مننا ايه واحنا نعمله له. انا بس عايز اشوف هو عايز مننا ايه. احنا بس عايزين ايه نعمل ايه. انا حاول اداري على السفاح. يا شيخ حاول تجيب مكار. وانت تحاول تجيب الشيخ يستر. انت تحاول تجيب مكار. ما بص من الاخر انت والشيخ ان ما لقيناش حل كلنا هنموت. لا لا ولا هنعرف نجيب مكار ولا هنعرف نجيب مكار ولا احنا هنعرف نسلك في الموضوع اصلا. نسمع الشيخ بس يكلمه. يا عمرو عايز مننا يا عمرو احنا لازم نخرج من هنا ومعانا مكار. بس انا بقول لك يا عمرو ده قدام عينينا يا جدعان. مكار قدام عينينا ومش عارفين نجيبه. يا ابني احنا مش هنقدر يا عم. احنا ثلاثه مش قادرين عليه. اللي مش هنقدر يا اسطى لازم نجيبه. مش قادرين عليه. لازم نجيبه يا ابني. لازم نجيبه. احنا ثلاثه مش قادرين عليه. نعمل اكتر من كده. احنا ثلاثه مش قادرين عليه. من الاخر لازم نمشي من هنا ومعانا مكار. ومعانا مكار يا عم. انا اسف ده هو بعيد اصلا. هو فين الشيخ؟ هو فين الشيخ؟ الشيخ اهو. يا شيخ ايه اللي حصل ده يا شيخ؟ انا عارف. هيزوم علينا ابن العرس. اتصرف. شوفوا طب هو عايز ايه طب يا شيخ ونعمل اللي هو عايزه. انت عايز تتكلم. لو عايزني انا يا عم اجي انا مكانه. روح مكانه. الشيخ بس روح. يا شيخ. روح. يا شيخ كلمه يا شيخ. يا ابني بتاع. اتصل. اهو ادي خدت في وشك. ادي خدت في وشك بالرمل. اطلع اطلع. كلمه يا شيخ. شيخ كلمه وماله عمال يزوقك. يا ابني ابعد يا ابني. شيخ كلمه يا شيخ. انا مش عايزني اقرب له. مش عايزني اقرب له يا شيخ. يا شيخ تعالى يا شيخ. مكار بيتسحب. مكار بيتسحب. مكار بيتسحب. مكار لو سمعني قوم. لو سمعني قوم يا مكار. يا مكار قوم. خش عليه يا شيخ. خش يا شيخ. عايز اتكلم معاه. افتح الدراسه. بص يا شيخ انا مسيب المطار. هتسيبه ايه يا سفاح؟ انت معاك حد مننا يا ده عطاك. حاضر يا شيخ. طب كلمه. اه عطاك. كلمه يا شيخ. والنبي يا شيخ كلمه. هتسيبه انت. انت وكنت يلا يا ابني منا. اتصرف يا شيخ. يلا يا ابني منا. يلا كنت يلا كنت. طب اعمل كده يا شيخ. هيلوتني. هيعمل ايه؟ انا هنوم ستين قول. بقول لك يا شيخ. يبقى انت والمكار يا شيخ. شوف لو عايز حد. يبقى انت والمكار يا شيخ. يا نهار ابيض. كلمه يا شيخ. يا نهار ابيض. يا ابن الكلب الضرب في الميت حرام وده يعتبر ميت. يا سفاح. يا سفاح بقول لك خدني انا بس سيبه هو. سيب مكار. بتعايدك انت عايد الدال. انا؟ يا شيخ طب خش يا شيخ. ما تفضلش تعيط. عايزين نجيبه. خد عايزين نجيبه. خش معايا. خش معايا. يلا يا عم. خش يا زلزال. ابوس على رجلك. ابوس على رجلك. اديني صاحبي. هتديني صاحبي؟ هتديني صاحبي؟ فكر. اعمل لك اللي انت عايزه. اديله تمن على يا سفاح. انا مش همد ايدي ومش هعرف امد ايدي اصلا. بس انا عايز صح. اقعد اقعد اهو. يلا بقى. بس اديني صاحبي. اديني صاحبي. يا بتعمل كده يا شيخ. كلمه يا شيخ. انا عايز مكار. ما تعملت كده. انا عايز مكار. تعمل. ما تخش عليه بقى وريله. شوف وش مكار. اطلع مني. يا نهار ابيض. يا ابني هاتوا يا شيخ. يا ابن الكلب. ايه ده النار يا جدعان بتزيد لوحدها؟ ايه ده؟ يا نهار ابيض على الدخان. انا عايز صاحبي. انا عايز صاحبي. انا عايز صاحبي. سيب مكار يا شيخ. يا ابن الكلب. تعال يا شيخ. تعال يا شيخ. مكار. 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 مكار قوم معايا. يا ابني انت. يا شيخ.
يا شيخ تعالى يا شيخ، يا شيخ تعالى كلمه يا شيخ، شوف هو عايز ايه. طب يا شيخ كله بسببكم، انتوا اللي كنتوا بتجيبوه هنا كله بسببكم. يعني مش بسببك انت يا شيخ؟ لا بسبب انا ايه؟ خش بقى كلمه شوف، شوفوا بقى كلمه. يا نهار ابيض كلمه يا شيخ، يا نهار ابيض اهو يا شيخ. يلا كله بسببكم هيقتلوا الوقت. يا نهار ازرق، شوف شوف ولبنا، هاتوا ولبنا، هاتوا شيلوا هاتوا شيلوا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ قال لك ايه يا شيخ؟ قال لك انا ادلوني في البلوكه وعينكم تحت التلوكه. طب ايه ده؟ ادلوني. يعني ايه يا شيخ؟ ادلوني وربنا يا خرابي يا خرابي فهمني يا خرابي فهمني. هيموت تحت السلوكه وهيعلق في عيني. انت بتقول رجلي يا شيخ فهمني يا شيخ، يا شيخ ده. طب يا شيخ، يا شيخ عايزين نفهم يا شيخ، فهم منه حاجه وربنا. انت اللي قلتوه. انا بعدك كله السبب، انت لو بتتكلم على السبب كله. يا ابني احنا مش جايين نتخانق يا عم، مش جايين نتخانق يا عم، مش جايين نتخانق، عايزين نجيب صح. يا ابني عايزين نجيب مكار. يا شيخ يا شيخ اتصرف يا شيخ، يا شيخ هنقرا بس. خش كلمه يا زلزال، خش عليه يا زلزال، خش عليه. مش انت كنت عمال تقول لي كده كل شويه؟ خش اتصرف، هات مكار يا شيخ. ما تعرفش تندب كده يا شيخ، يا نهار ازرق عليك يا شيخ. خش خش يا شيخ اتكلم، اعمل اي حاجة. خش خش اعمل اي حاجة، مكر هيموت. خش. عارف انا صعبان عليها ايه؟ لو هو قدام عينه مش عارفين نعمل حاجة. يا شيخ تعالى خش يا شيخ، تعالى. هو قدام عينه مش عارفين نعمل حاجة. يا شيخ خش يا شيخ. يا جدعان يا جدعان، اي حد ممكن يجي يساعدنا، حتى لو باي حاجه. شيروا الفيديو، اعملوا لايكات كتير. صاحبه قدام مش عارف اعمل حاجه، وده عار وده عار، وانا على نفس عار برضه، عشان مش عارف اعمل حاجه، عشان هو قدامي وانا مش عارف اعمل اي حاجه. وانا عارف انت خدتني يا ابن الابو، انت ما دخلت ده كنت قدامك. ما ده اخره يتكلم بس يا شيخ، وانت كمان. تعال تعال. يا نهار ابيض، ايه ده؟ ايه ده بيعمل ايه يا شيخ؟ يا زلزال، يا نهار ابيض، ايه ده بيعمل؟ هو بيصلي عليه ولا ايه؟ انا مش فاهم. ايه ده يا شيخ؟ هو بيعمل ايه؟ يا نهار ابيض، ايه ده؟ يا نهار ابيض، بص على وشه، يا نهار ابيض. وايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا نهار ازرق. يعني ايه يا شيخ؟ يا نهار ابيض، ايه ده؟ ده هو بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ خش عليه. يا نهار ابيض، خش خش عليه يا شيخ. يا نهار ابيض يا سفاح، الكاميرا يا جدعان بتبوظ. يا نهار ابيض يا شيخ اتصرف يا شيخ، يا شيخ اتصرف، هموت هنا كده، مش هنجيب مكار. خليك له صغير يا ابني، خليه بسبب ليه؟ يا نهار ابيض، انا راح ارن على ابراهيم، ورن على بدونا، ورن على ابن كونا، ورن على السونا، ورن على بونا، ورن على كونا، ورن على يا شيخ. خط يا شيخ الناس، واجيبهم كلهم واجيب دينونا. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ احنا اصلا مش هنعرف نجيبه لوحدنا، لازم نتصرف. يا نهار ابيض، طلع فين يا شيخ؟ يا شيخ راح فين؟ هنسيبه؟ يعني كده هنسيبه؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. بيعمل ايه؟ بيعمل ايه يا ابني؟ تعالى بص بيعمل ايه. يا نهار ابيض يا جدعان، الكاميرا عماله تبوظ مني يا جدعان. يا نهار ابيض،
يعني ايه؟ هنسيبه؟ لازم نجيب هنسيبه كده؟ احنا كلنا دخلنا الضحك كده هيموته. لازم نجيب ناس. يا نهار ابيض يا جدعان. يلا نمشي يا عم. ادري يا عم. يا نهار ابيض. يعني ايه؟ شخرح فيه. يا نهار ابيض. يعني ايه؟ لازم نجيبه. لازم نجيبه.